بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبقى بإذن الله تعالى مع تفسير سورة الزلزلة. سورة الزلزلة هي سورة مدنية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في الفترة المدنية ما بعد الهجرة من مكة إلى المدينة. عدد آياتها 8 آيات، وأسلوبها يشبه كثيرا أسلوب السور المكية لما فيها من أهوال وشدائد يوم القيامة. كتحدث هذه الصورة عن الزلزال، يعني الحركة والارتجاج العنيف اللي تيكون بين يدي الساعة، حيث يندك كل صرح شامخ وينهار كل جبل راسخ، وكيحصلوا من الأمور العجيبة والغريبة ما يندهش لها الإنسان وتطير لرؤيته العقول، كإخراج الأرض ما فيها من موتى وإلقائها ما في بطنها من كنوز ثمينة من ذهب وفضة، وشهادتها على كل إنسان بما عمل على ظهرها. كتقول الأرض غدا يوم القيامة عملت يوم كذا كذا وكذا. وكتحدث عن انصراف الخلائق من أرض المحشر إلى الجنة أو النار، وانقسامهم إلى أصناف ما بين شقي وسعيد. أما عن فضل هذه السورة العظيمة فعن سيدنا عبد الله بن عباس قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن. رواه الحاكم في المستدرك. يعني اللي قرأ سورة الزلزلة يأخذ من الثواب من أجر بحال اللي قرأ نصف القرآن الكريم، إذا ففضلها عظيم جدا جدا. يقول عز من قائل سورة الزلزلة: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزالها إضافة للتهويل والتفضيح. الله سبحانه وتعالى ينبهنا أن يوم القيامة يوم عصيب وعلى الكافرين شديد، واللي بغى يفرح ديك اليوم وينجو من عقاب الله سبحانه وتعالى وما يمسوش يعني ديك الحزن والغم والهم والضيق، عليه بالاستعداد في الدنيا بالعمل الصالح بالأخلاق الحسنة بالنية الصالحة بمحبة الخير الخلق أجمعين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني إذا تحركت الأرض تحريكا عنيفا واضطربت اضطرابا شديدا، كقوله تعالى في سورة الحج: اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا في هذا اليوم العظيم جاء في التسهيل أن الأرض لا تسكن، كتحرك بزاف، شنو كدير؟ تلقي ما على ظهرها من جبال وشجر وبناء وقلاع. اذا ما كتكتفيش انك يعني انك تحرك وكطيح كل حاجه على السطح ديالها، بل تخرج ما في داخلها. كيقول تعالى: واخرجت الارض اثقالها، يعني اخرجت ما في بطنها. كيقول ابن عباس رضي الله عنه: اخرجت موتاها، يعني كيخرجوا الاموات ويلقون على سطح الارض احياء، كتنشق القبور عن اصحابها. اول من ينشق عنه قبره هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكتبدا القبور كتنشق ونبعث خلقا اخر كلنا يعني في ارض المحشر حفاة عراة، كتدنو الشمس من الرؤوس وكنعرقوا على حسب الذنوب ديالنا في ديك اليوم العصيب ديك اليوم الشديد. نسال الله تعالى ان يظلنا فيه يوم لا ظل الا ظله. وكيقول منذر بن سعيد رضي الله عنه: إني أخرجت الأرض أثقالها، إني أخرجت كنوزها من ذهب وفضة وموتاها وقال الإنسان ما لها. وقلنا ذلك مرة سورة العصر أن كل مرة حتى لك يذكر الإنسان إلا بالصفة السلبية، الجشع والطمع واتباع الشهوات، وأنه يعني كيفضل وكيشتري الدنيا وكيبيع الآخرة، يشتري الخسيس ويبيع النفيس. كيقول الكافر غدا يوم القيامة: ما للأرض تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة ولفظت ما في بطنها. يعني هي كيسأل سؤال اندهاش، لأنه يكذب بيوم الدين، وديك النهار يشوف سيعين بعينيه الكافر هاد الأحداث اللي كانت يكذب بها، ولن ينفعه الندم ولن تنفعه الحسرة، لأن يوم القيامة كتشرق الشمس من مغربها كتشد باب التوبة وعياذ بالله. يومئذ تحدث أخبارها، ديك اليوم القيامة كتحدث الأرض وكتكلم الأرض، كتخبر بما عمل على ظهرها من خير ولا من شر، وكتشهد على كل إنسان انت عملتي وانت عملتي وانت عملتي. عن أبي هريرة قال: قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم
يومئذ تحدث أخبارها. فقال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة، أنا وأنت وأنت، بما عمل على ظهرها، وتقول: عمل يوم كذا كذا وكذا. نهار فلاني كنتي ماشي للمسجد، نهار فلاني كنتي جالسة كتستغفر الله وتصلي على النبي، نهار فلاني كنتي جالسة مع جارتك كتهضري في الناس وكتغتابي واحد السيدة وكتديري النميمة، نهار فلاني كنتي مشيتي مع واحد الإنسان للطبيب وساعدتيه ابتغاء وجه الله، وهكذا. إذا تقول عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها بأن ربك أوحى لها. كتنطق الأرض بأمر ربها وإذن الله سبحانه وتعالى، فالله أذن للأرض أن تنطق بكل ما حدث على ظهرها وكل ما جرى، فهي تشكو. الأرض كتشكو العاصي وكتشهد فيه وكتشهد عليه، وتشكر المطيع وتثني عليه وتثني عليه، كتشكره وكتمجده وكتثني عليه. إذا فلنعمل صالحا، فالأرض أمنا واستشهدوا علينا غدا يوم القيامة، عاد شدعينا حتى لساننا ويدينا ورجلينا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يعني في ذلك اليوم العصيب كيجعل الخلائق كلهم من موقف الحساب، من بعد تطاير الصحف ومن بعد الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. السؤال كيسولنا عن عمرنا فيما أفنيناه، عن مالنا مما اكتسبناه وفيما أنفقناه، وعن علمنا ما عملنا به. من بعد ذلك الحساب كنرجعوا ونصرفوا أشتاتا، متفرقين فرقا فرقا، شي كيمشي لليمين أصحاب الجنة، وفوج كيمشي اليسار الشمال واليسار اصحاب النار والعياذ بالله، كما جاء في سوره الواقعه. فاصحاب اليمين ما فاصحاب اليمين، وكان هناك اصحاب الشمال، فاصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، واصحاب الشمال واصحاب الشمال، والسابقون السابقون اولئك المقربون. فالله يجعلنا ان شاء الله من المقربين، من اصحاب، من السابقين باذن الله تعالى، ليروا اعمالهم، لينالوا وليروا جزاء اعمالهم. كل واحد يشد الطريق اليمين ولا اليسار، وخلاص السابقون كيدخلوا الجنة بغير حساب، باش يشوفوا بعينيهم ويعاينوا جزاء الاعمال ديالهم من خير او من شر. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. اللي يعمل مثقال ذره، ذره قيل دوده حمراء لا وزن لها، وقيل ايضا صغير النمل، وقيل النمله الحمراء. وسيدنا عبد الله بن عباس يعني قال لهم حطيني الكف ديال اليدين ديالك حتى على التراب، وملي طلع هذيك ديك الحبه ديال التراب اللي كتكون في يعني في الراحه ديال الكف، في الراحه ديال اليد يعني في الكف، هذيك هي الضر، هذاك هو الضر، يعني شي حاجه صغيره. اللي عمل مثقال ذره، شي حاجه صغيره ديال الخير عيلقاها عند الله سبحانه وتعالى، واللي عمل مثقال ديال الشر عيلقاها. هنا العلماء تفسير توسعوا في تفسير هذه الايه العظيمه، وقبل ما نقول يعني ما قال العلماء، الرسول صلى الله عليه وسلم سمى هذه الايه واحد الاسم عظيم وعجيب، سبحان الله، سماها الجامعه، سمى هذه الايه، هذه الايه فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره، سمى هذه الايه الجامعه الفاذه، يعني الجامعه يعني العامه المتناوله لكل خير ومعروف. هذه الايه فمن يعمل مثقال ذره خيرا خيرا يره، ومن يمكن اي حاجه عملنا هذا الخير من قول او فعل او نيه كتدخل في عمل الخير. اذا فهذه الايه العظيمه كتمكننا من القياس ومن الاستنباط الى غيرها. الفاده هي قليله النظير، يعني النادره، فهذه الايه عظيمه جدا جدا. هنا كيقول المفسرون من يعمل، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. شنو معناتها؟ ان الانسان المؤمن غدا يوم القيامه الله سبحانه وتعالى فاش كيجيب كيجي الانسان المؤمن بحسنات وبسيئات، فالله سبحانه وتعالى كيغفر له السيئات ديالو كيتوب عليه وكيقبل منه الحسنات ديالو ويثيبه ويعني كيجرو على هذيك الحسنات وكيدخلوا للجنه. اما الكافر حتى هو كيجيب حسنات وسيئات فيرد عليه حسناته لانها ما كانتش ابتغاء وجه الله، ولانه ليس مسلم، وان الدين عند الله الاسلام، فكيرد عليه الحسنات ديالو ويعاقبه على سيئاته ويدخله النار. ايضا فسروا يعني في تفسير اخر في نفس المعنى في نفس السياق، غير ان يعني ان فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره للكافر، الى عمل مثقال ذره في الدنيا الكافر من خير، الله سبحانه وتعالى شو كيدير له؟ يعني كيكافئ على ذلك الخير اللي عمل في الدنيا، كيمتعوا وينعموا يعني يبارك له في اولاده، يعني يعطيه الحياه حياه رغيده وسعيده، وكيعيش في الجنه ديال الدنيا. ثم يمهله، يعني كيعطيه
ويمهله ثم كيأجلوا العقاب والعذاب ليوم القيامة وكيدخلوا جهنم. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، يعني الإنسان المؤمن إلا عمل شي مثقال ذرة نتاع الشر في الدنيا، الله سبحانه وتعالى كيعجلوا العقوبة في الدنيا، كيعجلوا العقوبة في الدنيا، كيبلوه كيبتاليه، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كيبتالي الله سبحانه وتعالى بأنواع باش يغفر له ذنوبه ويكفر على السيئات اللي كان دارهم في الدنيا. هنا سبحان الله عن سيدنا أنس قال كان أبو بكر رضي الله عنه كياكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا أبو بكر الصديق كياكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية العظيمة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فرفع سيدنا أبو بكر يديه من الطعام وقال: يا رسول الله، إني أجزى بما عملت من مثقال ذرة من شر. فقال: يا أبا بكر، ما رأيت في الدنيا مما تكره فمثاقيل ذر الشر. فمثاقيل اي حاجه شتيها في الدنيا ما تكره، مرض ولا يعني نقص من الاموال ولا شي انسان كيادي كله، فمثاقيل ذر الشر، ويدخر لك الله مثاقيل الخير. كيدخر لك الله مثاقيل الخير للاخره، ويدخر لك الله مثاقيل الخير حتى توفاه يوم القيامه. فسبحان تعالى كيعجل لنا العقوبه في الدنيا، حتى انسان في ساعة الاحتضار وفي الموت، يعني ديك سكرات الموت كيبقى في شي ذنوب عنده، انسان مؤمن ربي حتى كيغفر له بديك سكرات الموت وديك الحراره والموت هذا، كيغفر له الذنوب ديالو باش يلقى الله سبحانه وتعالى وهو طاهر مطهر. وتصديق هذا القول هو قول الله سبحانه وتعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. اذا نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهله وخاصته من احبابه واصفيائه، وان يتوب علينا ويغفر لنا ويرحمنا. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.